هل شاهدت من قبل طفلا متسلطا تعال نتخيل المشهد التالي طالب في احدى المراحل التعليميه المبكره يجلس في الصف الاخير ويتسيد مجموعه من المشاغبين المتنمرين هذا الزعيم الصغير ولانه جلاب للاذى ستجمعه الظروف مع مشكله كبيره ستحرج والده امام الجميع انت تعرف هذا المشهد جيدا وربما رايته مره واحده على الاقل سيضرب الاب هذا الابن بعنف يهدر هيبته امام اقرانه هل هذا هو زعيم الصف تهدر قيمته بهذه البساطه لكن المفارقه ان هذا الاب المرعب هو في الحقيقه عامل بسيط يعاني قهرا اكبر في عمله وفي مجتمعه الذي يهمشه فلا يجد منفذا لهذا القهر الا على ولده الذي مرر القهر كذلك الى زملائه تلك المتواليه التي تنتهي عند هذا الطفل كانت قد بدات عند اعلى راس في المجتمع سلطته التي اخضعت رعيته واهدرت قيمتها فصار مجتمعها قطارا من المقهورين القاهرين بعضهم بعضا فكيف يمكن لمشهد بسيط لطفل متنمر ان يخبرنا عن مخرج يتحكم في كليات الامور ويتقن صناعه القهر بجوده فائقه الوضوح كيف يصنع هذا وما الذي يفضي اليه وينتجه شيء وحيوانة. في عام 1994 ولمدة مئة يوم تقريبا شهدت أقلية التوتسي الرواندية واحدة من أبشع الإبادات العرقية في العصر الحديث والمفاجأة أن ذلك حدث على أيدي جيرانهم وأصدقائهم من قبائل الهوتو لهذا وفي إحدى المحاكمات التي جرت للقتلة لاحقا سأل القاضي أحد الجنات عن دوافعه ليجيبه الاخير باجابه صادمه لم نكن نراهم بشرا من الاساس وانما كانوا محط حشرات وصراصير تلك الاجابه التي ذكر مثيلتها احد قاده الجيش الياباني ابان الحرب العالميه الثانيه اذ برر اباده جنوده لالاف الصينيين بانهم كانوا يرونهم كاشياء وليسوا بشرا مثلهم وهنا يبدا كل شيء فربما سالت نفسك في يوم كيف استطاع الطغاه قهر شعوبهم واخضاعهم بهذه الشيطانيه البحته والاجابه ببساطه شديده لانهم لم يروهم بشرا من الاساس ففي كتاب الانسان المقهور يشرح عالم النفس اللبناني مصطفى حجازي القصه بوضوح فمفهوم السلطه القهريه لا يتحقق الا بمكونين رئيسين سمو قدر المتسلط وانحطاط شان المقهور ولكي تستمر علاقه القمع يجب ان تتلاشى احتماليه التكافؤ بين المتسلط والمقهور ما يعني مزيدا من الاحتقار والتشييء ومن ثم مزيدا من العنف والقهر تلك العلاقه الطرديه رصدتها تجربه عالم النفس الامريكي البرت باندورا حيث وجد ان وصف المتطوعين بالحيوانات يساعد الحكام على عقابهم بقسوه اذا اخطاوا اجابات الاسئله المطروحه عليهم بينما وصفهم بالاذكياء يحجم الحكام عن عقابهم بشده ولذلك يرى السايكولوجي الامريكي فيليب زينبرج زم... نزع الانسنه هو الطريق الاوسع للاستبداد والقهر اذ هو يشتت مسؤوليه الفعل عن عاتق الجناه لكن كيف يفعل المستبدون هذا مع مقهوريهم ترويض الانسان في كتاب بجعات بريه تذكر الكاتبة الصينية يونغ تشانغ أغرب عادة استحوذت عليها أثناء حكم ماو تونغ. إذ لاحظت أنها كانت تلوم نفسها تلقائيا عند تبنيها آراء تخالف توجيهات تونغ. فبدلا من إيمانها بأفكارها التحررية، وجدت أن هذا المستبد قد حولها دون أن تدري إلى كتلة من اللوم والخوف والاتهام الدائم للذات. لتدرك أن مجرد الاستفهام تحت حكم الطغاة يصبح خيانة لا تغتفر. من هنا يخبرنا حجازي عن الانسان المهدور بفعل القهر او بكلمات اوضح الانسان المروض والترويض هنا هو اخضاع السلطه لسلوك الناس حتى يوافق رغباتها فلا يرون الا ما ترى السلطه ولا يفكرون فيما عداه وليحدث الترويض فعلى المواطنين ان يخضعوا لنوعين من العنف اولهما هو ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو بالعنف الرمزي وهو عنف متمثل في القهر الناعم لحريات الانسان وكيانه وذلك من خلال المؤسسات التعليميه والاعلاميه والخطاب السياسي فكل منهم يعمل على هندسه المواطنين والتلاعب بعقولهم فبدلا من ان تخلق هذه الادوات القدره على السؤال والبحث لدى المواطن فانها تعيد انتاج الاجيال الخاضعه للسلطه وتهيئ المراه للتسلط من خلال التلقي والقبول دون مناقشه اما العنف الثاني فهو العنف النفسي المتاثر بالعنف المادي وذلك باظهار كلفه السلوك التمردي من قمع وتنكيل وبذلك يتعلم الانسان ان يرتدع ذاتيا وان يضبط سلوكه حتى لا يكلفه كلفه كارثيه وهذا ما يحطمه داخليا ويحوله لمستبد ضد ذاته اقمعها ويحرمها حتى حق الخيال وبتعميم هذا السلوك يروض المستبد المجتمع فيصنع منه ادوات قهر تنوب عنه كلهم يقهر ذاته ويقهر الاخرين فيمنع المجتمع بعضه من التمرد لئلا يطال العقاب الجميع فالانسان المهدور ليس منعدم القدره على رد الفعل بل هو منعدم الرغبه فيه من الاصل فقد حطم الردع كيانه الانساني وهنا تحديدا يبلغ الهدر الانساني حالته القصوى والاكثر وحشيه او كارثيه بلا اثر في روايه كائن لا تحتمل خفته يعرفنا ميلان كونديرا باحدى ابطال قصته سابينا تلك الشابه المناضله التي فشلت امام القمع فانقلبت جذوه حماسها وتمردها الى جمره منطفئه لانسانه منكفئه على ذاتها لا تعبا بما سواها ولا تلتفت لاي من اسباب النضال والشان العام وما سابينا الا رمز للانسان الذي سحقه القهر حتى اختل توازنه ووفقا لحجازي فان هذا التوازن يحتاج تمردا يغير الواقع ويصنع بدلا منه واقعا اخر يلبي حاجات المرء الحيويه ويحقق له ذاته لكن ونظرا لكلفه هذا التمرد الكبيره فان الانسان المقهور يلجا لاليه دفاعيه يحمي بها نفسه من رغبات التمرد التاقلم والانكفاء على الذات حيث ينسحب المرء من واقعه المحبط ويوهم نفسه ان هذا الهروب يحقق له ذاته التي يتمناها الا ان هذا المستسلم ليس مستسلما على الحقيقه ولكنه قد تلبس بقاهره واستقى منه القهر ولكن على ذاته التي حقرها وراى انها اقل من التاثير في واقعه فضلا عن تغييره، لكنه في واقع الحال قادر على التغيير، لكن بدلا من التغيير الايجابي الذي يغير الواقع ويبادر الى الاصلاح، يعمد الى التغيير السلبي الفاتر لذاته. هذه السلبيه وذلك الفتور هما ما يميزان انسان العالم الثالث المقهور. فقد تاصلت روح الهزيمه فيه، وتاصل الشك والحذر والخوف نتيجه لتجاربه المؤلمه. ولهذا فهو دائم الهرب الى التاريخ والماضي يحتمي بابطاله الشعبيين ويزهو بمفاخره التي تداري ماسيه والمه وذاك الذي يحافظ على عجله الاستبداد وينتج اجيالا لا تعرف شيئا عن مقاومه الطغيان او صد العدوان اجيالا تغيرت تركيبتهم النفسيه وصارت متماهيه مع الاستبداد تاخذ العبره من الغير وتختفي في امجاد الماضي الا ان هؤلاء الهاربين يحتاجون من يذكرهم بحقيقه هامه وهي ان الماضي لا يغير الحاضر ولكن الحاضر قادر على صنع المستقبل فان كان ما ولى وما نحياه واقعا فرضه ارث الماضي القريب فان ما ينتظرنا هو ارث نتركه لخلفائنا فلا امل في الفكاك من هذا القهر الا بالامل في النجاه منه ولا نجاه الا بالعمل الدائم الدؤوب لكسر دائره القهر فتمرير قهرنا على بعضنا لبعض ترسيخ لوجوده وكسر تلك الدائره هو الخطوه الاولى للتحرر من تلك الاغلال